قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. موسوفا يخلق جدل كبير داخل الوداد. أثارت عبارة وضعها اللاعب الودادي التنزاني سيمون موسوفا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام جدلا كبيرا داخل الوداد. وكتب موسوفا القادم من الدفاع الحسني الجديد عبارة لا للنقابة سعيدي الوداد ماشي ديالك على حائطه بعدما أرسله له أحد أنصار النادي رسالة فنشرها دون أن يدرك مضمونها. وطالب أنصار نادي الوداد الرياضي المدرب التونسي فوزي البنزرتي بعدم إشراك العناصر القديمة للنادي في وسط الميدان بعد الأداء الباهت المقدم خلال الدورات الثلاثة الأولى. ودعا أنصار الوداد الرياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة الاعتماد على عناصر جديدة مثل أيوب سكوما، سفيان كركاش، وسفيان لمدن وسرغات من أجل الظهور بشكل يليق بمستوى الفريق. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.